الله، كيف حالكم يا شباب؟ اهلا بكم يا جماعه الخير في مقطع جديد. حياكم الله جميعا. راح نلعب اليوم درافت لاول مره في سلسله بلما. طبعا انا كنت انتظر انهم يعطوني درافت توكن، يعني هديه شيء منه زي ما انتم شايفين عندنا 390. ليش؟ من وين جاتني الدراهم دي؟ بعت تشكيلتي كلها، بعتها كل ابوها، بعتهم كلهم، ما بقيت احد. المهم فاللي صفي لي تقريبا هذا المبلغ اللي هو 390. فلو نستخدم منها 15000 اوكي، او نصرف منها 15000 ما تضر ان شاء الله. يقولون لا تفوز في النهائي، وصل النهائي واخسر لانه الجوائز حقتها احسن يقولون. يعني المهم احنا خلينا نعدي اول مباراه بعدين نتفاهم ان شاء الله. ان شاء الله يكون درافت حلو، ان شاء الله يطلعون لعيبه كويسين، ان شاء الله يطلع لي ميسي ورونالدو، اللعيبه اللي انا ما اقدر اجيبهم الا بعدين، وامورنا طيبه ان شاء الله. يلا بسم الله. ممكن نجرب خطه 4-2-3-1 لاني ما قد لعبت، وفي التكتيكات يمدينا نخلي اللعيبه يقربون من بعض وكذا. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. الله طلع لي قدش. لا داقلش. قدش مين داقلش يا اخوان؟ يمدحونه مره، وخمسه نجوم قدم ضعيفه، ولانها عنده 91، شكله رهيب. بيرلو انا جربته مره كذا خفيف وكذا، لكن معليش يعني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يلا اوكي، دي براونه او مارك رويس؟ دي براونه ولا مارك رويس؟ انا اقول نروح مع الانجليزي يا عمي، دي براونه. يا سلام. ولا هنا ما يطلع لنا، طلع لنا ار ام بس صح؟ خياس كله خياس. يلا 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 يلا. ام عاد خربوا امه، طلعوا لنا ايكون بعدين كذا لعيبه خرا. ايليا كان خمس نجوم مهار. يلا اوكي فابينيو ممتاز. اوه ويليام كارفالو يا اخوان طاقاته مره حلوه، فيا فابينيو يا كارفالو. كارفالو في الدوري الاسباني بس يلا عشان احنا بنسوي انجليزيه و... يلا ان شاء الله انه وولكر ولا جواو كانسيلو فيها ان ذي. طيب وولكر اسرع، الجسم افضل، فع افضل. كانسيلو احسن منه في الدريبلينج وفي البصر، فشكلنا بنروح مع المجسم. يلا يوولك ان شاء الله انه يطلع شيء كويس. فران ام تيتي، انا ما ودي صراحه افرط فران يعني، ممكن ما يطلع لي مره ثانيه. خلينا نختار فران، يمكن يطلع لاعب ثاني من الدوري الانجليزي، يصير نشبك هناك وهناك نخليهم اسبان. يلا صح تضبط. الله اكبر والله ضبطت. اقصد هرنانديز وسانشيز. هرنانديز وسانشيز خليهم فرانس فرونسي. انا والله بلعب على المضمون يا اخوان. سانج كي جوردي البا ممتاز. الكساندرو لا اتوقع اني باخذ جوردي البا. نعم فيها البا. نعم اوكي عندنا نيتو وعندنا تيرسيجن اللي ودي اجربه، بس شكلي باخذ لوريس عشان الكيمستري. ما في لا ميسي ولا كريستيانو ولا مبابي ولا نيمار للان. او غريزو غريزو يا اخوان. ستيرلينج او غريزو؟ ستيرلينج خلاص حنقفل على الجهه اليمين. غريزو والله فيها ذي، يبغى لها تفكير بعمق. ما تختارون غريزو الا عشان انه برشلوني، بس برشلونه الواحد يفكر بعقل ما يفكر بالعاطفه يا اخوان. كم خط اخضر قد خليته يشبك في التشكيله؟ الله ربي عوضنا بالنيمو عشان كنت ذكي. اللي بعد وميسي. ميسي الله يا ميسي يا عمري. ميسي ونيمار يا عيني. ايوه لعيبه فضيين بعد ميسي لازم يخير. يلا نحتاج بس الان محور وجناح زي الخلق. الله يخليكم ابو صلاح وغريزمان مره ثانيه. يلعن ام الحراج. باخذ والله خلاص غريزمان وابو صلاح. خلاص ما نحتاج احنا اجنحه، عندنا نيمار حلوين. ممتاز ممتاز. الان نحتاج محور بس كلتنا تصير. يالله تكفى. اوه يا سلام يلعن ام الدرافت الرهيب. وحش ويشبك مع فران خط اخضر ومع غريزمان. اوكي عندنا كوتينيو دينت كارلوس ادواردو. يا قلب باخذ ادواردو يا اخوان، انا باخذ ادواردو بس عشان القلب. هنا العاطفه، هنا العقل. العاطفه ام العقل؟ انت في الحياه هذه لازم تسوي موازنه ما بين العاطفه والعقل، يعني مرات تفضل العقل مرات تفضل العاطفه عشان تسوي موازنه. لكن لو جلست تستخدم العقل وبتصير انسان قاس، لو جلست تستخدم العاطفه بتصير انسان غبي. فالان لازم نسوي موازنه، فراح نختار ادواردو. اصلا ما راح يلعب يا اخو. عندنا نيمار وميسي. اوه مارسيلو نو. كذا كثير يا اخو. يلا انا شكلي بختار راموس، يصير اذا ما ناسبنا مثلا فران ولا سانشيز نسوي تبديل. يلا هنا اخيرا وليس اخرا. توقعت انه يطلعوا لي اكله بحاجه. اوكي اريولا اريولا باريس سان جيرمان بختار ذا كذا بس. صرنا تقييم 87 يا اخو، هذا التقييم حق الدرافت. والله بذا التشكيله يا اخوان احنا جاهزين نجلد. المفترض اننا نفوز بالدرافت. عندنا ميسي ونيمار وراموس، وعندنا هنا غريزو ورحيم وفابينيو، ودفاعنا ممتاز. المفترض اني افوز بس انا احس اني بخسر من اول. هيا بسم الله. درافت خصمنا عنده 3 اي. يلا كبير. يا سلام يا دي براونة يا كبير. ليتس جو. دفاعي الخرا دفاعي الخرا. يا وحشة فابينيو ايش ذا؟ بسرعة شوت.
سلام على الهدف البيض بريالين الدفاع حقه يتفرجوا ولا ايش بالضبط. ليتس جو. بوم. اما يا غبي. لا فران فران ليه ما قطعها؟ والله معطيه امر يا اخي فران ذا. نسيت اني ابث. قالوا شالوا السلك بعد التحديث يا اخوان. Let's go. سلام سلام. ليتس جو. احنا خلينا يسجل هدفين عشان يعطي المباراه طعم لانه ما ينافس ما كان ينافس. يلا حلوين يا شباب حلوين ممتاز. ان شاء الله نحاول ان نجيب الدرافت. يلا نتعلم من اخطائنا. بلاش فلسفه دافع كويس. الخصم اللي بعده يا اخوان تشكيلته مره حلوه في الوسط ممتازه جدا حتى الهجوم. شوفوا يا شباب ذي متوقعه بس ما تنقفل صح اللي مع الطرف. يلا داقلش تكفى. لا حرام عليك حرام دي برونة حرام. يا الهي يا الهي اشو يلعن ام الحالة مرتين يا شباب في العارضة. نيمار يوه مو معقول. والله العظيم شكرا يا فران شكرا يا كبير. يا كبير الله عليك يا دوغلش. ليتس جو. يجي غصب الهدف. ليتس جو يا حبيبي. إيه يا حبيبي الحمد لله يا رب الحمد لله. اللي بعده يلا اوكي كريستيانو رونالدو مخبص شويه في التشكيله اخونا في الله. يلا جريزو هذه كورك يا عمر انت يلعن شكله يوم سوى السحبه اقسم بالله سواها بسرعه. يلا عليك حرام كان بيكون هدف. هذا ما يشوت ما يعرف يشوت. جريزو يعرف يشوت. جريزو يا اخي عط جريزو هو يتفاهم معك. يا سلام شكرا. يلا داقلش الله يقلع رجلك يا كلب. الله اكبر عليك. ليتس جو. والله ذا الشايب طلع قوي. الله عليك يا ستيرلينج. ليتس جو شباب. انا افضل ديسايلي يعني ولا خليه دفاع. قاعدين نخطط احنا. يلا الى النهائي. ليتس جو. اندو اجويرو هالوين رونالدو. والله تشكيلته ترى حلوه يا اخوان. خلاص عاد اوه داقلش انت ايش قصة امك مع العارضة؟ يلا شكرا يا فابي اسطورة انت يا كبير. ليتس جو يا داقلس وهجمة مرتبة. هذا اللي مع الطرف اللي المقفوطه اللي ما تنقفل. ليتس جو. المقفوطه اللي ما تنقفل تنادي روح اركض شد. والله ما اجيبك فان دايك. والله شوف
شوف وسوي له بربتوف سبن. يا سلام يا سلام يا سلام بلنتي. يا اخوان انا ما احب اسجل اهداف سهله، لازم يردها وبعدين ارجع اسجل مره. ليتس جو. وات ذا، والله يا دق بوجه دق. روح ستيرلينج، ستيرلينج هدف لصناعه المحتوى، ارجوك الله ياخذك. يا سلام عليك يا كبير كارلوس ادواردو. الله يا ابو ادواردو لعيب. الله شكرا يا اخي، قسم بالله درافت غريب يا اخوان. المباراه الاولى اصعب مباراه. وين الجوائز هنا يا اخوان؟ امورنا طيبه ما شاء الله تبارك الله. بسم الله اول باك يلا. لا لا خياس، ايش ذا؟ اوف الله يبارك فيك. يا شفت العلمين، شفت العلمين. شاشات شاشات شاشات، يلا نبغى شاشات، ما نبغى ووك اوت بس شاشات على الاقل. فليرات قويه يا عيني. لا سمر 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 الحارس. قلت لهم ابغى شاشات من غير ووك اوت، اسمعوا كلامي. طب نبغى مليون ريال. او ماي جاد سافج. قبل لا نختم فتحنا الباكجات حقت الكواد باتل، المهم اعطونا 12000. الباك الاول طلع لي الحارس ذاك، الباك الثاني نفس اللاعب الهولندي اللي طلع لي قبل شويه، الباك الثالث طلع لي قنابري. بعدين سويت التحديات ذي حقت الهالوين يا اخوان، طلع لي رامزي من يوفنتوس. كذلك سويت تحدي اسمه ليله عيد جميع القديسين، طلع لي سمر. طيب يا اخوان ايش رايكم نسوي جوفينكو؟ طاقاته حلوه واللاعب خفيف مره مره مره، والكيرف والبساط عنده ممتازه. هو راح يكلفنا تقريبا ما بين 30 إلى 50 ألف. ففي تصويت هنا يمين يسار، ان شاء الله اني ما انسى. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقه الجوائز. اللايك يا شباب، تابعوا حساباتي تحت، واشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. السلام عليكم.